إنك تشتري بيت جديد ده مش قرار سهل، بس مع المصرية للتمويل العقاري ما تشيلش هم إنك تشتري بيت جديد أو تكبر مقر شركتك. المصرية للتمويل العقاري تأسست سنة 2004 وهي واحدة من أول شركات التمويل العقاري في مصر، والشركة مملوكة البنك كريدي أجريكول. المصرية للتمويل العقاري بتقدم أكبر خطط سداد في السوق المصرية، وبتساعدك في إنك تختار وتشتري وتقسط البيت اللي هتشاور عليه، لأننا متخصصين في التمويل العقاري اللي هيساعدك تشتري الوحدات السكنية والتجارية والإدارية أو تشتري شاليه لأسرتك. ونقدر نمول وحدتك ضمن برنامجنا للتمويل العقاري بنسبة تصل ل 80% من قيمة كل وحدة سكنية وتجارية، وبأسعار فايدة تنافسية في المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن اللي في القاهرة الكبرى والمحافظات. مش بس كده، كمان من خلال اشتراكنا في مبادرة البنك المركزي المصري بنقوم بتمويل المصريين اللي دخلهم بيوصل من 15 ل 20 ألف جنيه بحد أقصى 950 ألف جنيه للوحدة لمدة 20 سنة بنسبة 85% من قيمة الوحدات السكنية بسعر فايدة 10.5%. ولسه في أكتر، كمان بنقدم لك برنامج إيجارة، وده برنامج جديد اللي بيسمح لك بإعادة تمويل وحدتك السكنية والتجارية لفترة توصل ل 15 سنة، وده متاح لأي حد يمتلك وحدة. تقدر تكلمنا على 19-4-32 أو زيارة موقعنا الإلكتروني. دايماً هنكون جنبك لحد ما توصل للبيت اللي نفسك فيه.